قشطية على زبدية، وجمالها أقل وصف ليه إنه طبيعي 100%، عشان كده جوزها مخليها عن عيون الخلق مدارية، وده لأنه متجوز ملكة من ملكات الجمال. ومش بس كده، ده عشان يغزي العين مخبيها وعن الكل مداريها بعد ما كانت جوزها في السر عشان يبعد عنهم كل عيون الناس الشر. ومش بس كده، ده قال عن نفسه انه راجل شرقي وعمره ما يسمح ان اهل بيته يتكشفوا على اغراب. فتعالوا معايا اعرفكم مين هي زوجة ملكة ترندات رامز جلال، وليه مش بيسمح انها تظهر في الميديا ولا حتى في انتو ثانية، وازاي رد على الفانز بتوعه لما طلبوا منه انه ينشر لها صور. هل تعلم عزيزي المشاهد ان لقب رامز جلال هو اشهر عازف في الوسط الفني؟ وده على الرغم من الفلوس المتلتلة اللي عاملها من برنامجه واللي وصلت لملايين، وبرضو على الرغم من سنه اللي وصل الخمسين. لكن العجيب بقى ان رامز جلال طلع متجوز في السر ومداري على شمعته عشان تقيد من 17 سنة فاتوا. ومش بس كده، ده كمان عنده جزء اولاد زي القمر. الغريب بقى في طبع رامز جلال انه عمره ما فكر ينشر لأسرته اي صورة، سواء بقى لزوجته او اولاده. طب يا ترى بيعمل كده ليه؟ أنا هقول لكم. رامز جلال طلع مرة واحدة في حياته يتيمة اتكلم فيها عن حياته الشخصية، والكلام ده كان سنة 2012. رفض خلال اللقاء إنه يقوم بأي معلومة عن مراته تماما، لا اسمها بقى ولا تاريخ جوازهم ولا حتى عارفها منين. ساعتها رامز جلال قال إنه متجوز بنت بيحبها قوي، لكنها مش من الوسط الفني، وكمان إنسانة من بيتها ومش بتحب الظهور ولا الإعلام ومش بتتصور خالص، وانه متجوز كمان من وقت طويل وعنده طفل عنده 6 شهور. بعد الحكاية دي بقوا عشاق رامز جلال مستغربين هو مداري ليه على حوار جوازه، وكمان عايش دور السنجلة. لكن رامز اكد ان مراته ست بيت في المقام الاول، وممتلكها هي بيت جوزها، وملهاش بقى في الحوارات، وانه مش هو اللي منعها، لكن هي مرتاحة في الوضع الصامت ده. الجميل بقى في قصة رامز جلال انه عارف يداري على شمعته، عشان كده حياته الزوجية ناجحة، وواخد ست محترمة مش بتنشر غسيله اللي مش نضيف للصحافة، وعارف كمان يفصل ما بين شغله وبين بيته، لانه هو كمان اصبح بيتوتي ومراته بهتت عليه، يعني من البيت للاستوديو ومن الاستوديو للبيت، وكان الله بسر عليم. بس المرة الوحيدة اللي ظهرت فيها الصورة لزوجة رامز جلال كانت سربتها الإعلامية مي العيدان، وقالت ساعتها بالحرف الواحد: يا جماعة ده أول ظهور لزوجة النجم رامز جلال. وفي اليوم ده ما خرجش رامز جلال عشان ينفي الكلام ده، وكان واضح في الصورة وهي مع رامز إنها جميلة جدا وكيوت ولونها أبيض، والناس علقت ساعتها بإنها فعلا تستحق إن رامز جلال يخبيها عن العيون عشان ما تتحسدش أو يحصل مشاكل بينهم لا قدر الله. وفي النهاية بقى ياريت تقولولنا رأيكم انتوا كمان في إخفاء رامز جلال تفاصيل حياته الشخصية والأسرية عن السوشيال ميديا والكاميرات. اكتبولنا رأيكم في التعليقات، وباي باي سلامات.